المعمورية مش راح تكون سهلة، أكيد راح تكون صعبة في ظل نتيجة الذهاب. أظن أنه لما تلقى في ميدانك 4 أهداف كاملة وبعدها تلعب خارج الديار، أكيد المنافس راح يكون قوي معنويا أكثر منا، لكن لا يوجد مستحيل في كرة القدم، وإحنا راح نلعب كل حظوظنا حتى الأخير دقيقة. بقى 90 دقيقة أمامنا، راح نحطوا الكل في الكل حتى نرجع بنتيجة إيجابية، ولما التأهل إن شاء الله في ظل الظروف الصعبة. كرة القدم فيها مفاجآت وفيها يعني حظوظ، اكيد احنا ما عندناش حظوظ، كنا نبقاو في الجزائر ما نجوش نلعبوا لقاء العوده. راح ندافعوا على حظوظنا وراح نحاولوا ان شاء الله ندخلوا في المباراه بقوه، راح نعطوا كل ما بوسنا ان شاء الله، وان شاء الله باذن الله نحققوا نتيجه ايجابيه، ولما لا تاهل وان شاء الله نحققوا المفاجاه باذن الله. رانا نحضروا المقابله تاع الاياب اللي ما راحش تكون بالسهله، ورانا نحضروا لها باش ان شاء الله ندخلوا بقوه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله نعملوا مقابله احسن من المقابله الماضيه، وان شاء الله اللي جوا قراهم معين بالمسؤوليه وراه معين باش يقرا فيهم نهار السبت ان شاء الله. وسبورتر الله يعطيهم الصحه، الجاليه الجمهور الجزائري معروف بحب الوطن، ان شاء الله نستناو منهم ان شاء الله يدعمونا ان شاء الله، ان شاء الله نخيبوهم شو ثاني ان شاء الله، ونفرحوا كاع في رحبهم وفرحوا المناصب في الاستاد ان شاء الله. كما تشاهدون نحن متواجدون الان من مركز تدريبات القطب الجامعي ببريطوريا، اين تجري تشكيلة شباب لوزداد تحضيراتها للمرة الثانية تواليا بعد تدريب حصة تدريبية اليوم أمس التي خصصت للاسترجاع وللعامل البدني، هي الحصة التدريبية لنهار اليوم حيث خصصت للعمل الفني والتكتيكي تحسبا للمواجهة المرتقبة التي تجمع شباب لوزداد بنادي صندونس في إياب الدور ربع النهائي من منافسة رابطة أبطال إفريقيا بعد الخسارة القاسية برباعية لهدف واحد. ينوي نبيل الكوكي وأشباله العودة بأقل أضرار، لما لا تحقيق فوز معنوي للعودة إلى ربما العودة إلى الجزائر بمعنويات مرتفعة نوعا ما، أو لما لا تحقيق المعجزة وتحقيق التأهل للدور المقبل، على الرغم من أنه الوضعية جد صعبة أو المأمورية جد صعبة، إلا أن الشباب حسب المعنويات المرتفعة بإمكانه بذل مجهودات إضافية لتحقيق نتيجة إيجابية، كما قلت نتيجة إيجابية سواء الفوز أو حتى وإنها معجزة تحقيق التأهل للدور المقبل. للإشارة، الحصة التدريبية عرفت حضور جل اللاعبين ما عدا ثلاثي الغائب بداعي الإصابة حداد ميرازيق والدراوي، وإضافة عرفت دخول اللاعب إيوالا الذي كانت ربما لديه إصابة خفيفة، دخوله في المجموعة والمشاركة في التدريبات الجماعية هنا بالمركز التدريبي للقطب الجامعي ببريطوريا الذي يحتوي على 10 لاعب تدريبية. للإشارة وللتذكير، سيكون الحكم عبد العزيز بوح الحكم الموريتاني مشرفا على اللقاء الذي يجمع الشباب بنادي ماميلودي صندونس يوم السبت المقبل، بداية من الساعة 3 بتوقيت جنوب افريقيا والساعة 2 زوالا بتوقيت الجزائر. كان معكم وليد ريسي موفد قناة البلاد إلى بريطوريا جنوب افريقيا.